قامت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أول أنشطة الترويج الدولية للمقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات الصينية لترويج منطقة نينشيا ذاتية الحكم لقومية خوي المسلمة إلى المبعوثين الأجانب لدى الصين. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته أنه يأمل أن تساعد هذه المنصة الجديدة دول العالم على معرفة الصين بشكل أفضل، ما يوفر فرصة جديدة لتحقيق الانفتاح الإقليمي والتنمية الوطنية. قال وان يي إنه مع تعميم مبادرة الطريق والحزام أصبحت منطقة الصين الوسطى والغربية تدريجيا مقدمة جديدة لعملية الإصلاح والانفتاح في البلاد. ودعي المبعوثون الدبلوماسيون والممثلون الأجانب من 94 دولة وخمس منظمات عالمية لدى الصين إلى حضور هذا النشاط، مضيفا أنه يأمل في أن يصبح هذا النشاط منصة أكثر ملائمة لمساعدة البعثات الدبلوماسية الأجنبية على معرفة الصين بشكل أفضل. أيها المبعوثون الأجانب في الصين، إن إحدى مهامكم المهمة هي مساعدة بلدانكم على معرفة وضع الصين الواقعي بشكل أفضل، ومعرفة وضع تنمية لجميع المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات في الصين. وقد أنشأت وزارة الخارجية الصينية هذه المنصة لمساعدتكم على إجراء التبادلات مع حكوماتنا وشركاتنا المحلية بسهولة، للبحث عن فرص تجارية معها دون الحاجة إلى مغادرة بكين. كما أشار واني إلى أن التنمية ما زالت أولوية قصوى في الصين، وتستند التنمية الوطنية إلى تنمية مناطق البلاد المختلفة. لذا أقامت وزارة الخارجية الصينية في بداية الخطة الخمسية الثالثة عشرة هذا النشاط من أجل جلب أفضل البيئات الخارجية إلى داخل البلاد وخلق مزيد من الموارد الخارجية وتعزيز تعاون الصين مع الدول الأجنبية عبر التنمية الداخلية.